ذكرت الدكتور بدر العتيبي. بدر العتيبي اذكره تماما، عملنا مع بعض مده طويله في مستشفى مبارك. نعم جميل. طبعا دكتور بدر العتيبي في رساله موجهه لك، نشوفها مع بعض. معقول؟ وبصراحه كان طبيب يعني الوقت عنده ثمين، فيأتي بالمطلوب منه بدون تأخير، وهذا ساعدنا كثيرا في متابعة المرضى في مستشفى العدان. طبعا ابتعدت عن الصحة فترة، والآن عدت إلى العدان وهو موجود، ولكن للأسف جاني خبر صراحة يحز في نفسي وعالمني، يعني خروج مثل هذا الطبيب الخلوق المسالم الهادئ اللي متفاني في عمله بصراحة. لكن ما نقول إلا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في حياته القادمة، وأن يكون بأحسن صحة وبأحسن عافية، وجزاه الله خير الجزاء عما فعله في دولتنا الكويت الحبيبة من تقديم الخدمة الصحية. شكرا دكتور بدر. ما في كلام. تأثرت بالكلام، قاعد أشوفك يعني من رسالة الدكتور بدر العتيبي. دكتور بدر العتيبي يعني من الأطباء اللي يعني له مكان معين في النفس. عملنا مع بعض كثيرا في مستشفى مبارك، بعدين الدكتور بدر انتقل إلى قطاع الخدمات الطبية الأولية، بعدين صار مستشار في الوزارة، بعدين صار مدير لمستشفى العدان. بالصدفة أنا انتقلت من مستشفى مبارك إلى مستشفى العدان في 2003. جميل.